الزمالك لا يفتى وملك النص على التليفون. كابتن فاروق جعفر مساء الخير. اهلا. مساء الخير استاذ ابراهيم. ازيك؟ تحياتي وتحياتي للاستاذ محمد سيف. ربنا يخليك حبيبي يا ابو حميد. ازيك يا كابتن فاروق؟ حبيبي يا ابو حميد. ازيك يا حبيبي؟ منور يا كابتن. منور. دايما وابدا بنسعد بارائك الموضوعيه والمنصفه دايما يا كابتن. اتفضل اهو. قول لي مباراه الاهلي والهلال السوداني الماتش اللي جاي شايفها ازاي يا كابتن؟ شايفها ان المباراه هتبقى من بدايه كده لازم النادي الاهلي عبر عن نفسه انه عايز هيكسب من بدري. يعني النهارده يمكن احنا شفنا النادي الاهلي بالفرقه الثانيه او معظم اللعيبه بتلعب فيه. الفتره اللي فاتت النادي الاهلي عنده تسديد في التسجيل، فدي هتكون افضليه ليه اكتر من فريق السودان. فريق السودان طبعا بيلعب الاهلي والزمالك بيلعبوا وهم عارفين اللي هيخسروا، لكن عايزين يعطلوا الخساره. من بدري خالص النادي الاهلي بيعبر عن نفسه ان هو عنده لعيبه دلوقتي في حاله فنيه كويسه، طريقه الاداء بشكل كويس، التسجيل ثابت. فدي كلها عوامل تساعد النادي الاهلي وخبرات لعيبه النادي الاهلي. هتبقى يعني انا من وجهه نظري المباراه في صالح النادي الاهلي اكثر من فريق الهلال، لكن انا ما يمنعش ان فريق الهلال فريق قوي، هيدافع بشكل قوي، هيبقى في اداء في قوه اكثر من النواحي الفنيه. فانت شايف ميزان فني وميزان بدني، فدايما الميزان الفني هو اللي بيكسب. كابتن النهارده النادي الاهلي رفع شكوى للاتحاد الدولي ضد التحكيم الافريقي، راي حضرتك ايه؟ على فكره التحكيم الافريقي الفتره اللي فاتت عموما ما انا شايف عشان ده جيل جديد طالع. الجيل ده ممكن مؤثر على الاداء بتاع الفرق، يعني فرق يعني ما احنا من مباراه الزمالك اللي فاتت ومباراه الاهلي اللي فاتت في شيء من مش عايز اقول ما فيش عد، لكن انا شايف اللعيبه الحكام خبره اللعيبه اكثر من خبره الحكام في المباريات دي، فده مؤثر على اداء الفرق بشكل كبير يعني. فبالتالي كان من الطبيعي ان هو يشتكي للاتحاد الدولي. ما هو طبعا ما انت ما عندكش حل، ما هتعمل ايه؟ يعني انت هتعمل الاتحاد الافريقي اصلا يعني من الفتره اللي فات بعد عيسى حياته انت مش شايف ان اي مسانده للكره المصريه. انت بتتعامل رغم ان انت عملت اكبر بطولتين في القاره. عملت 2018 و2019 يعني الفريق الاول والفريق الاولمبي اكبر افضل دورتين اتعملوا وافضل امكانيات اتعملت وحاجه كانت تشرف افريقيا. لكن هما برضك يعني انا في اعتقادي يعني انا مش شايف ان في عدل بشكل كبير في الكره الافريقيه وخصوصا الحكام يعني. نقول له بقى يا السبت. اتفضل كابتن فاروق. ايوه يا حميد. هل تغيير المدرب ممكن ياثر على اداء الزمالك يوم السبت ولا خبرات اللاعبين تفرق؟ دلوقتي انت بتلعب البطوله الافريقيه غير الدوري العام طبعا، والمدرب خبراته بتبان في الدوري العام ان هو شايف كل الفرق، لكن الفرق الافريقيه دي المدرب بيعتمد بشكل كبير قوي على اللعيبه الخبرات. لعيبه الخبرات اللي بتخلص الماتش. النهارده بدليل النهارده النادي الاهلي قعد 60 دقيقه من اللعيبه عشان ما مش رجليها في الملعب، وتغييرات الراجل كانت متاخره شويه. اما بدا يغير اللعيبه واللعيبه تحس ان هي بقى تحدي ليها. النهارده ال 20 دقيقه الاخرانيين النادي الاهلي فريق ثاني، يعني فريق ثاني ممكن يكسب 5-6 بعكس الناس تقول الاهداف. يعني انا اختلف مع المعلقين دول، الاهداف بتضيع، الاهداف ما بتحكي، اللعيبه رجلها مش في الملعب. مش الحالات دي او المواقف دي مش بتيجي كتير ليهم، فتحس ان اللعيب ده حاجه غريبه عليه، محطوط تحت ضغط، محطوط تحت اختبار، فبيبقى عنده استربعه، عدم التركيز، تهور في الاداء، ده بياثر على اداء اللعيبه بشكل كويس بشكل كبير يعني. طيب استعاده الزمالك بكارتيرون يا كابتن بعد تجربته مع الاهلي، يعني احنا عندنا تجارب قبل كده، مايكل ايفرت نجح مع الزمالك لما الاهلي جابه فشل، راينر هولمان الالماني نجح مع الاهلي لما الزمالك خده فشل، كارتيرون للزمالك رايك ايه؟ انا رايي يعني انا شايف ان كان الزمالك محتاج التغيير. يعني انا مش بتكلم عن المدرب اللي جاي، انا بتكلم عن المدرب اللي كان موجود. فكره التغيير نفسها زمام الامور لما بتفك من مدرب مفيش سيطره على اللعيبه. سيبك بقى اللي يقول لك الاداره مش الاداره،
نمره واحد بالنسبه للعيبه هو المدرب. هو المدير الفني. الاداره بقى جابت له احسن لعيبه وهو ما فيش سيطره مش هتاخد منهم منتج. جبت له لعيبه مثلا 60 70% وانت مسيطر عليهم وبيسمعوا كلامك هتاخد منهم منتج. فاحنا شايفين دلوقتي الحاله جدل كبير جدا في الشارع المصري، يقول لك كل شويه الاداره في الاهلي والزمالك ما اختارتش مدرب. الاهلي والزمالك انديه بطولات، يعني انت بتلعب البطوله بتجيب لعيب بملايين بملايين ملايين الجنيهات عشان تاخد بطوله. انت مش جايب لعيب عشان تعمله نجمه او عشان تختبره، انت جايب نجم اصلا يطور ويعلم الاداء الفرقه، مش هتختبره ولا هتستناه شهر اثنين ثلاثه، ولا مدرب انت جايب مدرب يتعلم ولا ياخد اسم. ده الكلام ده كان زمان، دلوقتي الاهلي والزمالك كل الفرق اللي بتلعبها في البطوله الافريقيه بتلعبها عامله حسابها ان يعطلوا زي الاهلي والزمالك. فاحنا لازم نراعي ده ولازم يبقى عندنا الثقافه في التفكير في اختيار المدرب. المدرب لما يكون اشتغل في الكره المصريه افضل ما تجيب احسن مدرب في العالم وما اشتغلش في الكره المصريه. تمام. انا من وجهه نظري ان الفتره اللي جايه هنشوف الانديه المدربين اللي هتثبت وجودها حتى لو في الفرق اللي هي بتنافس على البقاء. انا من وجهه نظري الانديه الكبيره هتعتمد عليها فتره كبيره، لان عندك الكره المصريه تختلف عن الكره العربيه، تختلف عن الكره الافريقيه. ليه؟ ان الكره المصريه هي البلد الوحيده بتعتمد على بطلين، الاهلي والزمالك. ما عندهمش بطل ثالث. يعني كل 20 30 سنه ما واحد فيهم ياخد بطوله فرقه ثانيه غير الاهلي والزمالك. لكن تمسك التاريخ اهلي وزمالك اهلي وزمالك اهلي فانت بالتاكيد ده انت بافكارك ان انت لازم تكون تجيب مدرب دايس في الكره المصريه وعارف اللعيبه وعارف امكانيات اللعيبه وقدرات اللعيبه وتشجيع الجماهير والاعلام. ما دولك ليهم دور اساسي كمان. محتاجين عوده الجمهور بالشكل الطبيعي يا كابتن. خلاص الكوره من غير جماهير، انت شفت البطوله بتاعت البطوله الاولمبيه. صحيح. الجماهير انت خدت البطوله. واللعيبه تحملت المسؤوليه. بعكس وانا عايز اقول حاجه، احنا دلوقتي لازم نبقى احنا مقتنعين بحاجه، احنا دلوقتي بنطور الكره المصريه، اول حاجه في تطوير الكره المصريه ان انت تبقى عندك فريق بتاع مستقبل. فريق شايف ان هو عنده طموح قدام، عايز يلعب في البطوله الافريقيه، عايز يلعب في كاس العالم، يعني فانت دلوقتي بتعمل فرقه. الفرقه دي عشان تتعود اول حاجه، وكان الفتره اللي فاتت كان حاجه كويسه من اللجنه الخماسيه وبالتنسيق مع الاهلي ان هم صرحوا للجماهير، الجماهير اللي هي تندور اساسي موجود في الملعب، احنا اول مره نشوف 70,000 متفرج موجودين في الملعب. ما شفناش للناسيين الكلام ده. يعني أول مرة تحصل. فأنت دلوقتي في حالة تطوير. التطوير مش في المدرب. التطوير إن أنت تلاقي السند بتاعك في الملعب. إن أنت لعيب كويس عايز اللي يساعدك، ما حدش بيسند اللعيب غير الجماهير. صحيح. طيب ريني فايلر في الأهلي على الطريق الصحيح؟ بص أهم حاجة في المدرب إن هو يكون متزن. واللعيبة بتحترمه. مش متهور، مش عصبي. الاهلي بيجيب جول واثنين، الراجل ما بيتحركش من على الخط. وكان يعني مدرب الزمالك كان كده، لكن خرجت من ايده، يعني زمام الامور بتاعه خرج من ايده. فانت ما تقدرش، يعني تبقى صعب. انا شايف مدرب النادي الاهلي بيشتغل بشكل في ثقافه الاداء، احترامه اللعيبه بتحترمه، بيتحرك مع اللعيبه، حتى اللعيبه وهي خارجه وهي راضيه من الملعب. مفيش غضب ولا نرفزه ولا عصبيه. فانا شايف اختيار الاهلي كان للمدرب بشكل فيه نجاح، بدليل اداء النادي الاهلي اتطور بشكل كبير جدا. الزمالك ان شاء الله مع المدرب الجديد يكون عنده خبره عن الكره المصريه وعنده خبره عن الاهلي وعن الزمالك وعارف نوعيه الكوره. ان شاء الله الفتره الجايه يبقى في تطوير في اداء نادي الزمالك. نادي الزمالك والاهلي عندهم احسن لعيبه في مصر، فلازم نحافظ على احسن لعيبه في مصر. اللي هيحافظ عليهم مش الاداره، اللي حافظ على لعيب الكوره واللي بياخد قرارات مع اللعيبه وضد اللعيبه هي الاداره الفنيه ومش الاداره المكاتب، يعني لا اللي هو المدير الفني بيبقى هو المسؤول اللي بياخد اي قرار بعقاب اللعيب او مسانده اللعيب او ان يشرك اللعيب في المباريات، المدير الفني. طيب احنا النهارده ضيفنا العزيز الاستاذ محمد سيف، ذكرياتك عنه ايه؟ وانا عارف ان العلاقه ممتده طويله.
حبيبي حبيبي محمد ده حبيبي محمد ده بدا معايا يعني عشت عمر طبعا كان في ناسين في الاعلام اللي بدا معايا محمد انا بحبه وبحترمه يعني هو جدير جدير بكل حاجه وانت جدير بكل شيء جميل والله يا كابتن لا والله يا محمد يعني بجد الاخ والصديق ويعني انا يمكن من اسبوع كنت بكلمه والله بكلمه وبطمن عليه ان ربنا يخليك كابتن نادرا لما حد بيحترم بيحترم بيحبك في الله انا مش هنسى يعني يا كابتن فاروق برضو انا بقولها وبقولها قدامك برضو مش هنسى اول لما دخلت نادي الزمالك اول واحد اتعرفت عليه وبقى ياخدنا عشان يعرفنا بقيه اللعيبه كان هو كابتن حسن شحاته فراح للنجم الكبير على طول بادئ من كبير قوي على طول هو كابتن حسن شحاته كنت بقول للعيبه كنت اجبر اللعيبه ان هي تقعد معانا هو محترم جدا لا طبعا طبعا عنده ولاء للنادي شخصية محترمة فعلا يعني جدا 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 انت كمان جدير بكل التقدير يا كابتن شكرا يا كابتن فاروق شكرا جزيلا ربنا يخليك يا ابو احمد ربنا يخليك شكرا جزيلا لكابتن فاروق جعفر وكلام